انا ليا طموحات وليا قدرات، طالما هذه الطموحات وهذه القدرات متناسبين سويا هوصل لمرحلة من الرضا والقناعة وهمشي في حياتي بصورة طيبة. تمام. طالما الاتنين مش ماشيين هنا بيحصل المشاكل. يعني ان لازم اختيار الناس بتزعل مني لما بنقول الاختيار النفسي والاختبار النفسي للناس في المراكز. تمام. ابتدي هتفرق معاهم كتير جدا جدا جدا. لكن ما احنا مش شايفين ان سيسى عمل، لا عمل. في مشاريع اتعملت كويسه. بس ايه؟ سبراتيك جزء منعزل. احنا عايزين المنظومه كلها بتاعت الوزاره تمشي في نفس القدرات، هتلاقي الصوره اتغيرت. فدي اللي عامله المشكله. الدكتور مرسي كانت مشكلته كلها امكانياته مش ماشيه. امكانياتي كرئيس جمهوريه كسيطره وقدره على التحكم في الانفعال، ما فيش رئيس جمهوريه يطلع يقول ثلاثه اربع صوابع بيلعبوني وانا الواد اللي مش عارف ايه. انت رئيس جمهوريه يا راجل، انت لو شاورت كده تنسف حي مش محافظه. فهنا قدراته كانت ضعيفه، بالتالي فشل. وفشل جماعه الاخوان كلها.